السلام عليكم. انا ما ادري كيف الفيديو اللي راح في شباب كثيرين من اللي تابعوه بيقولون انت قاعد تدافع عن ابل، انتوا شفتوا الفيديو زين؟ يعني مثلا زي هنا هذا التعليق اللي يقول انه تشيك على كذا حاجه في الفيديو اللي راح من ضمنها ال 5G. انا مدحت ال 5G الفيديو اللي راح. عدد مستخدمين الجيل الخامس بنهايه هذا العام 2020 راح يكون تقريبا ما بين 13 مليون الى 180 مليون تقريبا. العدد هذا راح يكون من اصل 4.8 مليار مستخدم الجهاز الذكي، يعني النسبة ولا شيء اصلا. هو يعني انا ما قدرت اوصل الفكرة صح، او انه البعض يمكن على طول يتحمس مع السالفة كذا، لانه ملخص كلامي في النهاية كان انه الشيء اللي سوته ابل اصلا مش صح، بس الموضوع ما يستاهل احنا نزعل كثير لانه الكل راح يطبق هذا الشيء. اوكي هو مو معجبنا بس مش بنسوي يعني؟ في تعليقات كانوا يقولون لا مستحيل سامسونج تسوي كذا، انه بالعكس احنا متعودين. ما متعودين يا جماعة، لو نرجع من الفترة تقريبا 2017 او 2018، الفترة اللي اعلنت فيها ابل عن الايفون 10، هذيك الايام سامسونج كانت تتريق كثير على النوتش حق الايفون في دعايات تلفزيونية كثيرة او اونلاين، نفس القصة هذه الحلاقة، وشفنا كثيرين يتريقون. وش سوت سامسونج بعدها بسنة ونص تقريبا سنتين؟ حذفت الدعايات هذه كلها من النت او من حساباتها على الاقل، وبدينا نشوف كل جوالات سامسونج فيها حبة خال. هذا مو اسمه تراجع، هذا تراجع. نفس الشيء لما ابل شالت السماعة، ظلت سامسونج لفترة طويلة تتكلم عن انها هي تدعم السماعة وانه لا بالعكس هذا الشيء لازم يكون موجود، واليوم فتحت السماعة راحت. وفي الفيديو اللي فات انا وش قلت؟ قلت انه بيجي الوقت اللي سامسونج اللي بتشيل فيه السماعة او الشاحن من العلبة. وفي الوقت اللي كانت تجي التعليقات اللي تقول لا انت متعصب ابل وما عارف ايش، لا لا لا، طلعت اخبار انه سامسونج فعلا جاهزة تشتغل على انها تشيل الشاحن او السماعة، هذا اذا ما كانوا الاثنين مع بعض. ومثل ما قلت ال جي قاعده تسوي هذا الشيء. في تعليقات تقول انها قاعده تبرر لابل عشان كذا ابل جالسه تتمادى في هذا الشيء. الموضوع مو تبرير ابل، انا قلت في الفيديو اللي قاعده تسويه ابل غلط، وحتى في ذا الفيديو قلت قاعده تسويه غلط، لكن ما يحتاج نحن نقعد نعيد الكلام هذا لان الكل بيسويه. زي ما صار الحين ال جي سوت الحين انها شارت الشاحن والسماعه، سامسونج طلع كلام اليوم انها بدت فعلا تخطط تشيل هذا الشيء. فوين التبرير لابل؟ نحتاج نركز شويه يا جماعه، انا مو قاعد ادافع عن ابل. لو بكره نظام هارموني حق هواوي قدم لي نظام متكامل بين كل الاجهزه، صدقوني انا اول واحد بيسحب على ابل وبيحول هناك. فبالنسبه اللي يقولون مستحيل وما مستحيل، يا جماعه اوكي، ابل، سامسونج، ون بلس، هواوي، كل الشركات قلتها اول، قلتها في الفيديو اللي فات بس ما ادري ليش ما حد سمعها. وما ننسى ان الشركات هذه كلها في النهايه عندها هدف اللي هو راحتك، لكن في هدف اهم عندهم. قلتها في الفيديو اللي فات وبرجع اقولها في الفيديو هذا عشان ما حد يجي يقول والله انت قاعد تطبل لاحد. ابل، سامسونج، هواوي، كل الشركات همهم راحتك، يبغونك تكون مرتاح، بس في شيء اهم منك اللي هو دخلهم. في النهايه هذا بزنس، هذا فلوس، ما حد قاعد يسوي لك اجهزه لسواد عيونك، ما حد قاعد يسوي انظمه تشغيل لسواد عيونك، لان في النهايه الكل يدور الربح، وطالما اي احد قاعد يسوي شيء يجيب ربح الكل بيسويه. حقين اندرويد مبسوطين على الويدجتس وهذه الامور، تجي ابل في النهايه بتنسخها زي ما انتم تقولون عشان تقدر مع الوقت تسحب اندرويديين زياده، وهذا فعلا شيء صار. يعني ايفون 12 الان مبيعاته جدا مجنونه، راح نتكلم عن المبيعات في فيديو ثاني. تجي ابل تشيل فتحه سماعه عشان تدخل فلوس اكثر، تجي ابل تشيل الشاحن من العلبه عشان تدخل فلوس اكثر، تجي ابل تشيل السماعه السلكيه من العلبه عشان تدخل فلوس اكثر، تروح تشتريها انت بعدين خارجيا، بيجون الباقيين بيسوون نفس الشيء لان الدعوه كلها فلوس. استغربت ان كثيرين ماخذين الموضوع بشكل شخصي، انه انا قاعد ادافع عن ابل وانه ابرر لهم. انا قايل في الفيديو اللي يسوونه غلط، وهذه جزئيه من الفيديو اللي راح. بس الفكره انه انت بعت لي الجهاز بدون شاحن بعدين ترجع تبيع لي اياه بشكل منفصل. طب انت تبغى تدعم البيئه، خلاص يا اخي اعتذر انك تسوي شاحن. وبعدين شباب صدق، يعني ترى مو عشان واحد سوى فيديو يتكلم مثلا عن شيء سوته ابل ولا سوته سامسونج ولا اللي هو خلاص على طول تنسبونه للشركه هذه، يعني عشان تكلمت عن موضوع في ايفون خلاص هذا ايفوني مطبل يدافع. ترى انا اكثر شخص ممكن يسحب على ابل واجهزتها كلها لو جاني نظام موحد كويس زي هارموني مثلا لو سوت هواوي الفتره الجايه، ليش لا؟ حاليا بسوي جهاز انا الحين الاسبوع الجاي مراجعه اللي هو عن الميت، اللي هو اهم جهاز تقريبا عند هواوي هذه السنه، كمان ممكن اسوي عن سامسونج مثلا نقول النوت، مع انه يمكن تاخرنا شوي عن النوت، الفولد ممكن يكون فكره رهيبه اني اسوي له فيديو قريب، او حتى التابلتات جالكسي. عادي ما عندي مشكله. ترى في تعليقات كثيره حسيت انه فعلا استوعب الفكره انا ابغى اوصلها، من ضمن هذا التعليق هذا اتوقع انه فعلا دخل على راسي وقرا كل شيء كنت ابغى اقوله. يعطيكم العافيه للمتابعه، وفي النهايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. سوي فيديو مراجعه عن الميت على سبيل المثال، وهذا الشيء بيصير ان شاء الله الاسبوع الجاي، نسوي فيديو عن نوت. بالنسبه لي انا
لاني ايفوني ولا اندرويدي، اللي يفيدني اللي يخدمني بدفع فيه فلوس واستخدمه. خبز ملح.